طريقة مشاهدة القنوات المشفرة الرياضية وقنوات المسلسلات والأفلام وغيرها، ومشاهدة المحتوى الكامل لشبكة سينمانا مباشرة على شاشة التلفزيون بسوفتوير حقيقي وتحكم كامل بالريموت كنترول. خليكم ويانا مع استعراض ومراجعة سريعة لجهاز ساتلايت شبكة LC بوكس، ولا تنسون مواصلة دعمنا بالاشتراك واللايك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وتحية طيبة لكم أحبابي المتابعين الكرام. نتكلم اليوم عن جهاز ساتلايت شبكة سينمانا أو ما يعرف بالسي بوكس، ومراجعة واستعراض لهذا المنتج الرائع. ومثل ما تشوفون هذا هو الباكج الخاص بالساتلايت، واللي يجي حصرا من موقع شبكتي اللي هي الطريقة الوحيدة لطلب المنتج الأصلي من خلال الطلب أونلاين من موقع شبكتي سينمانا أو التواصل معهم على الفيسبوك والطلب. خلونا نستعرض محتويات البوكس واللي يحتوي على بعض الأشياء اللي حنكتشفها الآن. أولا يحتوي على كتيب الإرشادات اللي ينطيكم شرح لطريقة التوصيل الصحيح، مجرد إرشادات بطريقة التوصيل مع الإنترنت وكيفية مشاهدة القنوات سواء كانت المشفرة أونلاين على الإنترنت أو القنوات يعني قنوات الكابل الفضائي. أيضا يجيب البوكس الريموت كنترول مع بطاريتين للريموت وموصل كهربائي وأكيد كيبل الـ HDMI، طبعا بالإضافة إلى جهاز الساتلايت السي بوكس. وهذا هو جهاز الساتلايت تشوفونه أمامكم بحجمه الصغير أو المتوسط، وطبعا يدعم إضافة USB فلاش وتصفح الملفات. إذن شنو نتوقع من هذا الجهاز؟ أولا هو ساتلايت عادي ممكن نشوف من خلاله كل القنوات الفضائية، لكن المميز هو طبعا أنه يعمل بنظام أندرويد 6، واجهة بسيطة أكيد مع جميع مميزات نظام الأندرويد، ونقدر أيضا نحمل التطبيقات بصورة سهلة، والمهم أنه يجي محمل مع تطبيقات سينمانا وسينمانا TV نفس المميزات اللي يتمتع بها التطبيق، يعني تطبيقات سينمانا على الهاتف المحمول نلقاها هنا لكن بشكل أروع، وتحكم بالريموت اللي يجعل تجربة المشاهدة أكثر من رائعة. وأكيد نقدر نحمل أو ننزل الأفلام والمسلسلات ومشاهدتها لاحقا بكل سهولة. هذه هي الواجهة الرئيسية للساتلايت بعد أن يعني نشغله على التلفزيون، فنقدر مثل ما ذكرنا نحمل الأفلام والمسلسلات ونشاهدها لاحقا، يعني حتى لو كان يعني ماكو انترنت. طبعا ما ننسى أنه الجهاز ما يحتاج انترنت قوي، فقط انترنت عادي أو حتى ضعيف، يعني قادر على أن يجعل سينمانا وسينمانا TV يشتغلون بكل سهولة. ما ننسى نضيف حساب جوجل حتى نقدر نتحكم بكل المحتوى وبصورة كاملة. تلاحظ هذا متجر التطبيقات، نقدر نحمل أي تطبيق يعجبنا. هذه هي المميزات الاستثنائية من مشاهدة محتوى شبكة سينمانا وTV سينمانا TV يعني عبر التلفزيون. وطبعا مثل ما تشوفون الواجهة الرئيسية، الصفحة الرئيسية نقدر نشوف من خلالها الضبط والواي فاي مع التطبيقات سينمانا وسينمانا TV، مدير الملفات، اليوتيوب، الميراكاست اللي يسمح بنقل محتوى الهاتف للشاشة مباشرة. ونلاحظ الآن سينمانا TV طبعا التحكم كله بالريموت كنترول، نقدر نتابع أيضا بالدقة اللي نحب وحسب يعني قوة الإنترنت اللي موجود عندنا. فإذا المميزات الاستثنائية من مشاهدة محتوى
شبكة سينمانا وسينمانا تي في من خلال التلفاز اللي قدمها هذا الساتلايت السي بوكس، بالإضافة إلى أكثر من 1000 فيديو من الأفلام والمسلسلات على سينمانا بنسخته الخاصة بالتلفزيون، مع دعم عن طريق الريموت كنترول وأكثر من 100 قناة فضائية مشفرة على التلفاز، تحميل مئات الملفات يعني المتنوعة بسرعة عالية على شير. مثل ما تشوفون الآن هذه القنوات الفضائية الرياضية وغيرها، واستعراض سريع راح يعني أشوفكم إياها إن شاء الله. بالإضافة إلى هذه المميزات مثل ما ذكرنا أنه يعمل كجهاز ساتلايت، يعني ساتلايت عادي، مشاهدة ملفات الفيديو المدعومة بدقة 4K العالية الدقة يعني، كذلك تصفح المواقع الإلكترونية وتنزيل مختلف التطبيقات والألعاب من سوق بلاي. أما المواصفات التقنية فرام 2 جيجا بايت، معالج ARM Quad، واي فاي 4K HD، نظام الأندرويد 6 مثل ما ذكرنا، التخزين 8 جيجا بايت، والمساحة المتاحة الداخلية هي 4.4 جيجا بايت، HDMI هذه الوصل اللي موجودة، الإثرنت يعني نقدر نوصل كيبل الإنترنت مباشرة للساتلايت، بالإضافة إلى دعم USB فلاش. طبعا الكثير من القنوات موجودة، قنوات ترفيهية عائلية، قنوات المسلسلات، قنوات الأفلام، قنوات الرياضية، بالإضافة إلى قنوات الأطفال. وبالنسبة إلى قنوات الأطفال فأيضا راح نلقى مجموعة متنوعة من قنوات الأطفال، يعني مثل كارتونيتو، كارتون نتورك، نيكلوديان، براعم HD وغيرها، ديزني أيضا، الكثير من القنوات الحقيقة ما أذكرها كلها، راح تلقوها موجودة بساتلايت السي بوكس وطبعا بالدقة العالية. ومثل ما ذكرنا ما راح تحتاجون إلى إنترنت قوي حتى تشاهدون هذه القنوات، مجرد إنترنت يعني حتى لو كان ضعيف هو كفيل بتشغيل سينمانا وشبكة سينمانا تي في يعني. أخيرا بالنسبة إلى سعر الجهاز فمن الموقع الرسمي يعني 75,000 دينار، مع أجور التوصيل تكون كالتالي للمحافظات الغربية والشمالية 15,000، بغداد 5,000، والبقية المحافظات 10,000، والأسعار ممكن أنه تختلف بالمستقبل يعني حسب الطلب. إذا كان لديكم طبعا أي سؤال أو استفسار حول منتج ساتلايت سي بوكس من شبكة سينمانا، اتركوه بخانة التعليقات أو تواصلوا معي على يعني حسابي على الإنستغرام. أتمنى يكون الفيديو مفيد لكم، لا تنسون دعمنا بالاشتراك واللايك وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإن شاء الله نلتقي وياكم بفيديوهات أخرى.